لو جربت الصبح تاكل عيش او رز او مكرونه، هيطلع سكرك بنسبه عاليه وهيفضل عالي طول اليوم برغم الدواء اللي بتاخده، هيفضل عالي طول اليوم. ده كلام نهائي، انا جربت مع الناس اللي مركبين الجهاز وقلنا لهم هيشوفوا ايه الصبح والظهر والحاجات دي كلها، السكر فضل عالي، مجرد كان نص رغيف بس وكل منه معلقتين ثلاثة مربى فالسكر فضل عالي. جالي مريض النهاردة من الناس اللي كانوا متابعين معايا، بقالي فترة ما شفتوش، معرفش كان راح فين، سافر او راح لحد تاني معرفش، وراجع سكره 380، كان تراكمي بتاعه 6، وكان النهارده التراكمي طالع 10. تخيلوا يعني في الفترة اللي سبته فيها حوالي من شهر 9 تقريبا اللي فات، يعني حوالي 7 شهور، وصل بالمرحلة إلى ارتفاع شديد جدا في السكر. المشكلة إن هو ما بقاش يحس بأي حاجة خالص، لا بيقول لك أنا لا بروح الحمام ولا بعمل كذا ولا أي حاجة خالص، بالعكس. فطبعا ابتدى يعني يجي جاي مع بنته يعمل تحاليل لها، وهو كمان عايز يعمل تحاليل، وبيقول لي انا ما عنديش حاجه، انا كويس. طبعا سبت الدواء ليه؟ عادي بتاكل كل حاجه؟ قال لي كل حاجه، سكر التراكمي عالي، وابتدى طبعا هيدخل، لو فضل مستمر كده هيدخل في مضاعفات. فحسيت ان انا المسؤوليه عليا ان انا اقول لكم المواقف الخطا اللي بيعملها مريض السكر، ان هو بيسخن اول 6 شهور، يعني يبدا يسخن، يعني ايه تاخده بقى القوه والعزيمه ولا او هلتزم وبتاع، ولما بيعرف ان في سكر 6 شهور بالظبط بتلاقيه راجع اسوأ من الاول بكتير. يعني اعرف كتير ناس كان سكرهم 600 و500، مجرد بس ان هو اطمئن سكر عالي جدا جدا جدا، وابتدى يوصل لمرحله خطيره جدا لارتفاع السكر والسكر التراكمي، لان هو ما بقاش خلاص مهتم باي حاجه. وده بيحصل بعض ما يجي مريض السكر يهمل حاله، وتبقى دي من ضمن المشاكل اللي بتحصل كتير جدا جدا جدا. في الحقيقه ارتفاع السكر شيء خادع جدا. ارتفاع السكر من الحاجات الخطيره اللي لو جسمك خد عليها مش هتحس. يعني معنى ايه؟ مثلا لما يحصل التهاب في الاعصاب تدوس على المسمار في الارض ممكن ما تحسش بيه، يبدا يبقى فيه الم وده ورجليك بتنزل دم ما تحسش بيه. فطبعا المشكله الرئيسيه في الموضوع كله العادات الخطا. جرب اي حاجه المريض واخد دواء الحبوب اللي بياخدها وكل عيش وكل فته مثلا، عيش مع رز، ضرب الموضوع عنده بشكل كبير جدا. المشكله لما بيحصل الصبح يفضل السكر عالي طول اليوم، تاكل بالليل زي كده يفضل عالي طول اليوم، يعني حتى مع الدواء السكر عالي جدا. عادات فعلا خطأ بشكل كبير. والعادة الخطأ التانية انه هو المريض يقول لك طالما باخد ادوية اكل اللي انا عايزه. لا خالص. اولا في delayed insulin secretion، يعني ايه؟ يعني الانسولين ما بيطلعش بسرعة زي الانسان العادي. صبح من النوم مش لازم تاكل، يعني اصبر شويه، ما انت واكل بالليل، احنا واكلين بالليل الساعه 12 مثلا،
هتصبر شويه. ايه اللي يخليك تجري على الاكل الصبح؟ كمل شويه كام ساعه كمان. رايح شغل مفيش مشكله، اشرب ميه، اشرب قهوه، اشرب شاي، زنجبيل. لكن تبدا بكربوهيدرات؟ هو ده اللي مش ممكن ابدا. فرجاء رجاء رجاء، الفطار ليست الوجبة الأساسية. العيش بيرفع السكر جدا حتى لو واخد الدواء. الرز نفس الكلام بس أقل من العيش شوية. المشي والرياضة مهمين جدا. القعدة كتير، قعدة غلط ممكن تسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. مريض السكر لازم يتمرن. مريض السكر لازم يتمرن. ما ينفعش ابدا مريض سكر ما يلعبش رياضه. ما ينفعش مريض سكر ما يحللش السكر بتاعه. انا قدام في كتير من الناس اقول له ايه، اكتب لك الشرايط والشكاكات تاخدها، يقول لك لا 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 ما عندي. اقول له ده عندك يبقى ما بتحللش. يا ريت يا فنون تقول لنا تجربتك في انك بطلت العيش. فالنفس أمارة بالسوء. لما جبت الناس اللي ركبنا لهم الجهاز اللي في الإيد هنا، مش عايزين نقول اسمه، بصراحة مجموعة كانت محترمة جدا، وعملنا التحليل ليهم وابتدوا يجيبوا لي الموبايل عليه النتائج. فابتديت أقرأ النتائج. في حاجة اسمها تايم اون رينج. الموضوع ما بقاش بقى إيه، في نقطة مهمة جدا، خطأ بيقع فيه مريض السكر. الموضوع مش بعد الأكل بساعتين، لا، ده فضل عالي قد إيه؟ تايم اون رينج، يعني فضل عالي طول اليوم، في خلال اليوم ده قد إيه؟ الناس ابتدت توصل تايم اون رينج. مثلا أنت حظك لما بتيجي تحلل بعد ساعتين تلاقيه كويس أو عالي سنة. فتايم اون رينج بتاعك بالنسبة ليك، شوفوا بقى الحاجات اللي بتحصل. ايه التايم اوف رينج؟ يعني الجهاز هيفضل سكرك عالي قد ايه. لقيت ناس المحافظه على السكر في مستوى الطبيعي في اليوم بنسبه 30%، وفي ناس 20%. يعني 20% يعني ايه؟ يعني اليوم لو 24 ساعه تلاقي السكر مظبوط في ساعتين ثلاثه من اليوم او اربع ساعات من اليوم، وبقيت اليوم السكر عالي. لكن لما تيجي بقى، سيبك بقى من تايم اورنج، بقى لما يجي يعمل اللو كارب، فبيديك الجهاز بيديك علامات حمراء وعلامات صفراء، وتشوف انت واقع في انهي حته فيهم. فلما تيجي تحلل وتبدا تعمل اللو كارب وتاكلش حاجه، هو وجبه الفطار قص المشاكل كلها. تفطر من هنا وجبه فيها عيش ورز على طول على طول. عيش بقى، ده العيش بتاعنا ده كارثه، اللي هو الرغيف تحط فيه الطعميه والفول، وده العيش البلدي او العيش اللبناني كمان. يعني دي كارثه من كوارث الزمن. فطبعا فنون عندك اهي قالت تجربتها انها بتاكل بورق الخس. هو مش عيب، يعني محدش هيجي يقول لك ايه ده انت بتاكل بورق الخس يا عم وده مش عارف. لا، يعني لا ضرر ولا ضرار، ما انت ما ينفعش. فالمهم ابتديت اشوف القرايات. التايم اون رينج اللي كان 20% اللي هو الوقت في النطاق مكتوب كده في الجهاز، ابتدى يتحول الموضوع الى 60-70% علامات اخضر، عمدان كده خضراء. ده معناه ان السكر كان مظبوط بنسبه 60% طول اليوم. ولسه يعني وبرده زي ما بتقولي بناكل برده بالمعلقه اي حاجه، بس ما حطيتش معاها عيش ورز باكل بكابوتشي. ماشي، كابوتشي ده حاجه زي الخس كده يا جماعه عندنا في مصر، معرفش في المغرب اسمه ايه وفي الجزائر وفي الدول التانية. هتلاقي نفسك السكر بقى ابتدى يتظبط طول اليوم. الناس اللي كانت بالي دلوقتي سكري عالي الصبح جدا، ما هو عشان واكله بالليل اكله مليانه عيش ورز، كنت معزومه فين مش عارف ايه. عارفين حتى لو يبقى السكر ملخبط يوم في الاسبوع، لكن مش معقوله كل يوم. الراجل السكر التراكمي رافع جدا، بيسموه الخص الافرنجي. فطبعا